في الحديث ثلاثة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: المسجد المهجور، والعالم المهجور، والقرآن المهجور. المسجد المهجور يعني شنو؟ أنا شفت في المسجد مهجور هذا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى عن الذين كانوا مجاورين له ولم يصلوا فيه، وشكايته تقبل. ولذا الإنسان إذا قرب مسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وسئل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان فهو جار المسجد. هذا المسجد المهجور. والعالم المهجور هو العالم الذي في منطقة ولا يسأل عنه مسائل. أكو هذا الشيء في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، عالم لا يسأل عنه مسائل، أحكام، تفسير، أخلاق، ما أشبه. هذا أيضا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا القرآن المهجور، القرآن المهجور أيضا يشكو إلى الله. هذا أغلب بيوت تأكل فيها قرائن ولا تفتح ولا تقرأ طول الشهر في الراف. هذا يوم القيامة يأتي ويشتكي من صاحب البيت. هذا أيضا يوم القيامة يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.